هنعمل النهارده تشيكن استرغانوف. الطبق ده روسي بس المكونات بتاعته كلها تعتبر مش غريبه علينا، كلها موجوده، يعني يعتبر قريب قوي من المطبخ المصري. اكله خفيفه سريعه سهله قوي وفيها شويه حاجات كده وتكات انا ممكن واحنا شغالين اقول على البدايل لو هي مش موجوده ومش متوفره. لا ما بتاخدش وقت خالص. نقول بقى المكونات. صدور فراخ معايا نص كيلو صدور فراخ، وممكن تتعمل بالوراك وممكن ميكس بين الاثنين. تمام. معايا فلفل الوان، معايا كريمه لباني وممكن نستبدلها بقشطه او لبن لو مش متوفر. معايا ساور كريم، ممكن برضو ان احنا نستخدم بداله كوبايه زبادي وعليها معلقتين قشطه، او احنا نجيب النوع نفسه الزبادي، في انواع زبادي بتكون بالقشطه. اوكي. وكوبايه شوربه، بصل جوليان شرايح، معلقتين دقيق مستعد، زيت، زبده، مشروم، التوابل بقى بتاعتنا، معايا بابريكا، معايا بهارات فراخ، فلفل اسود، ملح، وكوبايه. هنبدا بقى بايه؟ والله ده لا ده زعتر فريش بس ده تك يعني من عندي كده، اللي مش حابب او مش موجود مش مشكله. نبدا بقى باول خطوه، هنعمل ايه كده على طول؟ تمام. علشان تمام. اوكي. أنا ممكن على فكره اساعدك انولك. هنحط ايه بقى؟ احنا الاول هناخد معلقتين. شفتي انا شاطره ازاي؟ برافو عليك، عارفه ان الزبده برافو عليك. هنحط الاول هنا الزيت مع الزبده. ايوه عشان ما تتحرقش. تديني الاسباتشولا. صح، برافو عليك يا نونا. ما تيجي تقفي مكاني يا نونا؟ لا انا سايباكي طبعا، انت الكبير. بعد كده هنحط ايه؟ قولي لي وانا ناولك بقى. ايه رايك تقفي انت عند البوتاجاز هناك وانا ناولك؟ احنا الاول هناخد كميه الفراخ بس مش هننزلها كلها، علشان انا عايزه اديها كلها بسم الله الرحمن الرحيم. انت عايزه تديها صدمه يعني؟ انا عايزاها تغير بس اللون بتاعها. معانا اتصال، معانا اتصال. قولي الو. بس الو، بس ممكن حضرتك تهدي لي النار شويه بعد اذنك؟ بس بقى موضوع هدي النار، حطيها على عينها الصغيره هنا. اعمليها على ثلاثه، اعمليها على ثلاثه. فين ده ولا ده؟ بس انا مش عارفه. طب حضرتك مش عارفه؟ هاتي يا معلم، هاتي. بصي بصي هنا مكتوب من واحد لسته. انت ممكن تلفيها اعملي على ثلاثه كله كده. يلا خدي بقى الاتصال. الو، لا فين؟ قولي الو. ايوه الو. الو ايوه حبيبتي يا ماما. ايوه حبيبتي. ايه الجمال ده؟ اهلا بحضرتك. ايه الجمال ده؟ حبيبتي يا ماما بتبدع النهارده اهي وبتعمل لنا اكلات جميله اهي. ايه رايك في الطبق بتاعنا؟ يا رب. ايه رايك في الطبق بتاعي؟ استني. جميل زي اللي بتعمله طبعا. حبيبتي ربنا يخليك. بما ان والدتك معانا على التليفون يا عليا، انت اصلا يعني حته الطبخ دي خدتيها منها ولا دي موجوده عندك؟ جدا جدا جدا. والدتي طبعا هي ربنا يخليها لي يا رب، هي برضو كانت الداعم الاساسي ليا. اهلا بحضرتك منورانا. ممكن احط التوابل بعد اذنك؟ اتفضلي. لا خدي انا هنول كمان. هنا هي بتقول ان هي اللي مقتنعه معاكي يا حبيبتي. معاكي يا ماما. معاكي معاكي يا حبيبتي. هحط البابريكا. اهلا وسهلا. مين معايا؟ انا يا حبيبتي. معاكي مدام سومة ومدام نهى، ومعاكي بقى الشيف. ومعاكي الشيف طبعا الجميله بتاعتنا اللي عامله لنا اكل ممتاز النهارده. انا عايزه اقول لك الريحه فايحه في الاستوديو بقى. اتصالك منورني يا امي، دايما كده جنبي يا حبيبتي. متشكرين جدا لاتصال حضرتك ونورتينا. الله يخليك. اتفرجي بقى وتابعينا لاخر الحلقه والصنف الجميل اللي بتعمله. طيب انا ممكن اقول انا وصلت لفين؟ طبعا اتفضلي. انا هنا حطيت التوابل بتاعتي. حطيت شويه ملح، بابريكا، فلفل اسود. حطيت. بصي حضرتك يا ريت الكاميرا تجيب معايا. انا عايزاها بس تغير لون. انا عايزه اقول لكم ان ريحتها تجنن يعني. الواحد بجد الريحه بتاعت الاستوديو الواحد في تشويحات كده وحاجات حلوه جدا جدا، والشكل بتاعها يجنن. واحنا لسه كده في الخطوات يعني. هو البخار اهو طالع. لا الريحه الجامده. لا جاي مشوقكم كتير قوي على فكره. لا لا حرام عليك. هتتعبوا معايا. لا انت انجزي بقى عشان احنا جوعنا. هتتعبوا معايا. هي كده شوحت. بالظبط. انا عايزه اطلعها في طبق تاني. اجيب لك السيرفيس لو سمحتي. لا ثانيه واحده. طب خليك بقى انا اجيب لك السيرفيس. اوكي ده. اتفضلي. ممكن
كده انا انت كده شوحت النص كيلو كله صح؟ بس اه كده النص كيلو كده ما هو كده خلاص الكميه بتاعتنا. انا بقى اللي هو الباقي بقى هاخد بنفس الطاسه اللي هو الباقي من الزيت والسمنه ده هزود، لا لسه هزود عليه تاني لان الكميه دي مش هتكفي. تمام. هي الاكله دي المطلوب فيها يبقى يعني فيها مثلا قد ايه سعرات حراريه مثلا؟ لا والله هي دسمه جدا على فكره. بس احنا ممكن نقلل الدسم على فكره، احنا ممكن نشتغل بزيت، ممكن ما نضيفش كريمه لباني. ممكن زبده عشان الناس اللي بتعمل دايت وبرده معانا في الموضوع. لا بس هي اكله دسمه. طيب هنزود الزبده. زودنا الزبده. اي تاني قولي لي وانا ناوله. اديني البصل. اتفضلي. عايزه البصل. بس يا جماعه انا اللي بعمل الاكله يعني، وهي فيها فصين توم بس انا اللي بعمل، وانا اللي هاكل ومتين بصراحه. هي يعني فصين توم كمان. انا كده نزلت البصل. يعني الفصين اساسيين؟ لا مش اساسيين على فكره، في ناس مش بتحطهم. طيب. يعني في طيب يعني هي بتدي بس كده نكهه كده او بالظبط تيست معين. انا بصراحه يعني مش عارفه والله هما فين. ممكن حضرتك عودين الزعتر. طبعا ممكن. ممكن مثلا في ناس ما بتحبش اللي هي البصل نفسه، ممكن يحطها مثلا بصل. في اساسيات هي لازم بصل. ممكن نقلل نحط بصل بودر مثلا. تحطي توابل تاني؟ دي ماشيه مع الوصفه ولا بلاش؟ لا بلاش. هي ممكن تحطي هنا بصل بودر، ثوم بودر على اللي هي الفراخ نفسها. في ايه تاني بقى نحطه بعد كده؟ هنزل بالخضار. عايزه اتفضلي. عفوا. هي ما فيهاش الالوان على فكره. اللي مش حابب عادي ممكن. لا هو خضار فلفل بس الوان. فلفل الوان. هاتي الطبق حبيبتي. تمام انا بساعدك اهو. شفتي؟ شكرا. انا هتحطي ايه بقى اللي بعد كده؟ عايزه المشروم. المشروم يا جماعه اللي بيحب المشروم اهو المشروم. انا بصراحه ربنا من عشاق المشروم، بحبه جدا. هي حاجه اساسيه فيها في الاكله ولا لا؟ مش اساسيه. يعني ممكن تستبدل ولا بحاجه تانية ولا مثلا استغناء عنها؟ لا نستبعدها. بص عادي انا اوقات ولادي مش بيحبوها. هو انا شايفه هو انا بس ليا عايزه اقول كلمه. انا شايفه ان الاكله سريعه جدا وانا عارفه طبعا ان الوقت طبعا ضيق عشان نعمل كذا صنف، وشايفه ان الاكله سريعه وجميله فيعني جداً. ان شاء الله باذن الله هتخلص وهندوقها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني قصدي ان احنا هنلحق باذن الله نخلصها ان شاء الله. هنحط ايه تاني بقى؟ التوابل. عايزه ادي رشه ملح هنا. اتفضلي. ريحه يا احنا عايزين ننزل كده عايزين ننزل الصور بتاعت الشيف عليا. احنا منزلين لكم بس كام صوره كده للاكلات بتاعتها وصور مع فنانين. الشيف عليا بتاعتنا شيف كبير اهي. بصي ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. احنا الاصناف اللي نازله الصور موجوده والحاجات دي اغلبها الطرق دي اغلبها بعملها لاولادي ما شاء الله. عيد ميلادهم حلو وحادق واسماك وجمبري. هوايه فظيعه. لا لا دي هوايه بجد متعبه. ده شيف محمود عطيه. شيف برده من الشيفات الجميله اللي كلنا بنتعلم منها الحقيقه. مع بعض في حفله دار الاوبرا. وهنا مع الاستاذ لطفي لبيب الفنان الجميل اللي كلنا بنحبه لطفي لبيب. هنا مع الشيف احمد القاضي. ما شاء الله. ده استاذي في الحلو بصراحه اتعلمت منه كتير جدا. لا احنا باين من الريحه. انت برضو يا شيف عليا ليكي مثلا وصفات نازله في كتب زي ايه مثلا؟ بشارك في كتب عندي مطبخ اخبار العرب بنزل فيه وصفاتي في اسرار المشاهير. تمام. وباخد شهادات كتير الحمد لله تكريم منهم. تمام. كده الخضار كده في ايه تاني؟ خلاص مفيش فلفل تاني خلاص كده. انا هحط بس هنا محتاجه ان انا احط معلقتين من الدقيق. المعلقتين دول هم اللي هيربطوا لي الصوص. بعد كده اللي انا هحط. الاكله شكلها جميله وخفيفه جدا شيقه جدا. انا ما بحب ده ولادي يبقى تشيكن استراجانوف حلو قوي.